اوكي، تمرين الجداول شلون ننشئ جدول. الامور هذه كلها لازم نكون شابكين على تيست داتابيس عشان نقدر نكتب الاوامر. وصف الجدول هذا، لنفرض اسم الجدول كارز، سيارات، لا فيرنيتشر، هنقول مثلا اسم الجدول فيرنيتشر، فراح نقول كرييت تيبل اسم الجدول فيرنيتشر، بعدين نفتح قوس، نسكر القوس عشان ما ننسى. العمود الأول تاج اي دي انتجر 3، ما له داعي نحط النل نوت نل ولا برايمري، لأنه البرايمري كي تلقائي يكون نوت نل. آخر شيء لما نخلص من الأعمدة كلها نضيف البرايمري كي. بعدها item type character 25 not null عشان يكون no بالخانة بالعمود الثالث. بعدها material character 20 not null also. year بوت سنة المشترى انتجر 4 نت نل. بعدين الكلر لون الايتم كاركتر 10 لو نل. بعدين البرايس هو السعر فلوت، وهم بعد لو نل. بعدها آخر شيء primary key بين قوسين هو tag id اللي هو العمود اللي فيه كلمة PRI، نحطها داخل primary key. tag id هو نفس العمود اللي احنا كاتبينه هنا، لازم واحد من الأعمدة اللي كتبناها فوق. بس بالطريقة هذه نسوي run، راح يقول لي successfully executed. بعدها أقدر أقول له describe اسم الجدول اللي سويناه اللي هو فيرنيتشر، راح يطلع لي نفس الجدول بالضبط، نحط نفس البيانات اللي موجودة بالسؤال. طيب الحين نكمل، يقول لي add a new field to the table named location، نبي نضيف عمود. field يعني حقل أو column، عمود. نشوف هني العمود اسمه field، هذه أسماء الأعمدة اللي موجودة بالجدول. فالحين أقدر أقول له alter، طبعا اي تعديل على الجدول نبي بالتر تيبل واسم الجدول فيرنيتشر. بعدين نبي اد كولوم اضافه عمود اسمه لوكيشن، نوعه كاركتر 50، نات الاونج نال يعني نقول له نات نال وبس، هذا كل اللي مطلوب. لوكيشن كاركتر 50 نات الاونج نال، نسوي ران وقال لي successfully executed. الحين مجرد ما اني اسوي describe مرة ثانية راح الاقي عمود اللوكيشن انضاف نفس البيانات اللي حددتها not null الى اخره. طيب remove delete the field material، الحين يبي يشطب العمود اللي اسمه material، هذا نبي نلغيه. نفس الشيء alter table furniture، بس بدل add column نسوي شنو drop كولوم، وبعدها نكتب اسم العمود اللي بنلغيه اللي هو material. نسوي run، قال لي successfully executed. اسوي describe مرة ثانية اشوف ان عمود الماتيريال انلغى. الحين يقول لي remove delete the primary key from the field tag id، هني ما يبي يلغي العمود tag id، يبي يلغي خاصية primary key من العمود. فش نسوي؟ نقول له alter table furniture drop primary key، بس ما نقول شيء ثاني. من نسوي كذي راح يلغي الخاصية، قال لي successfully executed. اسوي describe مرة ثانية راح الاقي انه خاصية المفتاح الرئيسي انلغت من العمود. بعدها يقول لي assign the primary key to the field item type، اللي هو الحين بيحط البرايمري كي على هذا item type، بحط هنا البرايمري كي. فنفس الطريقة alter table furniture بدل drop راح نقول له add primary key. الحين لازم
نفتح قوس نفس ما ضفنا بالكرييت نضيفه هنا item type، ولازم بالنسبه لي يكون مطابق واحد من الاعمده اللي موجوده هنا. فهذا item type بسوي primary key successfully executed، اسوي describe مره ثانيه الاقي ان هذا هو صار الحين primary key. اخر شيء remove delete the table from the database، كل اللي نسويه drop table واسم الجدول furniture بالطريقة هذه، يلغي الجدول. الحين لو أقول له، طبعا الأمر هذا مو مطلوب عليكم، بس إنه لو أقول show tables ما راح يراويني ولا شيء. نفس الشيء هني tables يقول لي صفر. هذا التمرين الجداول.